شاطر فيها حلو جدا. اهو تعال يا ابو سفيان، تعال تعال، عيب عليك عيب عليك يا انت. ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ رجعت لكم في حلقه جديده وفيديو جديد في قناه بيشو دافنشي. النهارده بقى طبعا زي ما انتم شايفين احنا هنلعب لعبه ببجي موبايل. بس انا المره دي بقى يا جماعه قلت اروق عليكم باخبار كده. الاخبار بقى الحلوه يا جماعه، هو في خبرين الاثنين حلوين ما تخافوش. الخبر الاول الحلو هو ان احنا فعلا ان احنا لما نوصل ل 200 مشترك هنعمل موضوع الميرش، وهيبقى فيه مسابقه كبيره جدا هقول لكم عليها لما نوصل ل 200، وان شاء الله بقى حد يطلع كسبان كده ويبقى حظه حلو في قناتنا. والمفاجاه الثانيه بقى يا جماعه هو ان احنا هنبدا نعمل استوديو للقناه. بس بدأنا بقى نشتري حاجات بقى كده وغالية وجيمينج وبتاع، فيلا بقى لو انت عايزين نشتري حاجات غالية جدا لليوتيوب ما تنسوش تدوس لايك وتشترك معنا في القناة وتفعل الجرس عشان اول ما ننزل فيديو تنوش عن نزلت فيديو جديد. ويلا بقى نبدأ الجيم عشان فرحان قوي بالدعم الاسطوري اللي انتوا بدأتوا تعملوه للقناة. احنا بدأنا نزاد في المشتركين بالهبل. يلا بقى يا جماعة ما تنسوش خليكم على الوضع ده ويلا نبدأ. طبعا زي ما انتم شايفين هو ده السكن بتاعي، ويلا بقى نبدأ الجيم. ايه رأيكم بقى في السكن؟ حاجة كده عظمة على عظمة. ايوة ادينا نزلنا، وصدقوني كده حاجة عظمة على عظمة. ايوه نشوف، هو في رقم 2 هينزلنا عند المطار. وصدقوني يا جماعه بقى مع ناس ما اعرفهاش، بس ان شاء الله يا جماعه في الجيم الجاي او الفيديو الجاي يعني عن ببجي هيبقى ننزل لكم مع اصحابنا. اصحابنا بقى اللي احنا بنلعب معاهم على طول، بس مش عايز اصحابي يا جماعه، دول مختلفين ببجي واربيهاتهم عاليه جدا. يلا بقى يلا يا جماعه علشان نبدا ننزل. ما تخلص يا عم. ايوه كده، ايوه. والتحدي بقى يا جماعه ان احنا نحاول نفوز بالمنظور الاول، هو ده التحدي بتاع النهارده. زي ما شفتوا بقى في عنوان الفيديو، محاوله الفوز بالمنظور الاول. الصراحه يعني بحسسني ان انا فعلا اللي جوه اللعبه، انا فعلا اللي بحاول صوت ضرب. ولا قلت تعالى يا بط، يلا تعالى يا بط. هما فين؟ هما فين؟ اه في واحد هنا اهو. ولا خد تعالى، خد تعالى. ولا هو فين؟ راح فين؟ وفي واحد نايم هنا على الارض اهو، بس التاني فين؟ مش هو ده؟ ولا اهو اهو. عمر 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 بسرعه انزل. ايوه كده، ايوه كده، اتنين على واحد. مش عيب عليك كده، مش عيب عليك تتفنش كده، تفنش البرتقال. يلا بقى يا جماعه عايزين حد محترف بقى، عايزين حد محترف، ما ينفعش الجيم يبقى كله بوتات كده. يلا اوه في ضل نار من هنا اهو. ولا بس لا 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 خلص خلص خلص. هاتوا هاتوا بالسكار، هاتوا بالسكار يلا. عيل بط، تصدقوا بقى ان هو عيل بط؟ تعيل بط. شوف حاطط ايدي كده وانا بفنشك، يعني بفنشك بايد واحده. عيل بط بجد. في حد بيضرب نار من هنا. هو فين؟ اه هنا اهو اهو. شفت شفت شفت. ما تجريش يلا، ود ما تجريش ما تجريش ما تجريش. ايوه كده، ايوه كده. عيل بط عيل بط. المشكله معيش طلقات، الطلقات بتاعتي خلصانه على الاخر. فين اصحابك يلا؟ فين اصحابك؟ نطلع كده نراقب نشوف اللي هيجيله افنشه على طول. ما مش مهم، شكله معوش اصحاب. هنا نموته.
يلا بقى نبدأ نلوش احنا طبقات. حلو، يعني جمعنا 64، هو احنا يعني جمعنا طبقات للسكور، بس السلاح التاني ده ما جمعناش. يلا بقى ادي نفسك ميديك يا عم، ادي ادي ادي. اقولك بس كفايه كده عشان نخلي اخر كنزايه نشربها في وقت الاحتياط. خلينا بس نروح عند الجهاز ده وناخد اللي هي المكافأة، ده اللي هو الحاجات يعني اللي اتضافت في التحديث الجديد وكده. يلا ندوس الورد، قرب لي شوية. لا مش مهم مش مهم، يلا في العيال هما بعاد عني، انا ممكن اتفنش. ايه اتفنش؟ ايه اتفنش؟ ايه اللي انا بقوله ده؟ ايه يا عم متفنش مين؟ عيب عليك، اما العيال البطات دول فين يا صاحبي؟ ده والله انا سامع اصوات الجليد، مش صاحبي حد تاني جاي من الجهة دي. اصوات الجنين عالي جدا. اهو تعال يا بص يا انت، تعال تعال يلا، عيب عليك عيب عليك يا انت، عيب عليك يا مش عيب على واحد زيك كده يتفنش التفنيشه دي. لا وايه وجايبك بسكور 4، عيب عيب. هو على شوف الاحتراف اتطورنا بقى يا جماعه عن الجيم اللي فات، اتطورنا عنه وبدأنا نجيب العيال صح. اهو اهو بقولكوا لسه لمح، انا شكلي عدى. يا لهوي ايه ده، انا افتكره تمثال يا جماعه، والله عديت من جنبيه ما خدتش بالي. نرميله كده واحده ونبلع على السريع ومستخبي هنا. اضرب. شوف الولد طلع يجري، طلع يجري. خد تعالى خد تعالى خد تعالى، انت خضتني اصل وابجي انا اللي هو مش لمحته زي التمثال، لمحت حاجه كده يمكن صندوق او حاجه سودة كده، ما خدتش بالي ان واحد. والله والله ده بتاعي بط، كان قدامه الفرصه انه يضرب عليا وما ضربش، صعبانين عليا. فين العيال الباقيين؟ في سامع صوت رجلي انت؟ ولا في ايه في ايه؟ ولا انت يعني بط انت؟ في ايه في ايه؟ طيب كم ضربة جت هنا؟ كم ضربة جت هنا يا؟ كم ضربة جت هنا؟ هيد شوت. اوعى يالا، سمع صوت ضرب، سمع صوت ضرب. ايوه نسيبهم هما يضربوا وانا هاجي هنا عند الدروب والوت بسرعة واجي. ايوه بس بقولكوا يا خلينا نغير السلاح ده، بفكر استعمل شويه واغيره بالسنايبر ده او البتاع اللي معايا ده. ايه يا عم نركب له سكوب 6؟ لا معلش يا سكار، هنركب لك سكوب 4 ثاني. يا لهوي يلا فين الضرب؟ فين الضرب؟ في حد بيضرب عليا وفي عربية هنا. يا صاحبي ما تخافش، رقم 4 ده انا، عشان رقم 4 اللي اتقدم معلش، رقم 4 خد الدروب. رقم 4 مين؟ طب استنوا يا جماعة استنوا ثانية، انا اللي هو هوقف التسجيل وارجع لكم تاني ثانية. ايوه ادينا يا جماعه، ادينا الواد ده درس، عرفناه احنا مين يا جماعه. شوف تعالى بركب معاه. شوف شوف ده عشان لمعنتني كده بقى قلنا له يعني كده يا جماعه السريع ان احنا عندنا قناه واللي هو لسه صغيره ومش كبيره وكده. والله ضرب على حد هنا مش مهم، سيبه هو يتبدل. نادوا بقى يا جماعة ان احنا عندنا قناة، راح قال لي اسمها ايه ومش عارف ايه، واتصاحبنا على بعض حاجة روقان. الجيم ده روقان روقان،
ندي لنفسنا ميديك بس كده وباقي كام واحد؟ هو احنا تلاتة وفي واحد متفنش، يبقى باقي واحد. باقي واحد بس انا مش عارف هو فين. اوه رقم اتنين بيضرب عليه. هو فين؟ اوعى اوعى يلا. وانا يا معلم وانا وشوف انا اعلى واحد فيهم. بص يا جماعة حاجة عظمة على عظمة. ايه رأيكم بقى في الجيم؟ قولولي عن الاحتراف، ايه رأيكم؟ خلينا نعمله باي باي حبيب قلبي. والله لا الجيم ده الصراحة أسطورة. بصوا أنا هعملهم دي، خدها دي هدية بقى. والله بفكر أستعد وأقف عليها. ما حصلليش حاجة. لو يعني عشان الجيم خلص وبس كده، بس كده. ايه رأيكم بقى يا جماعة؟ ايه رأيكم؟ المركز الأول كده وحاجة، ايه رأيكم؟ ايه رأيكم يا جماعة؟ لا 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 استنى، هو دخلني. لا يا عم مش عاوز العب تاني. اندو ويت يا عم كفاية كده يا ابني. المفروض جات لنا حاجة. ايه ده؟ والله ما فاهم. بس الدنيا كنت لسه فاتح دروب قبل الجيم ظهرت لي حاجة لا تتوقع. فطبعا يا اصحابي انا خلاص وعجبكم الفيديو متنسوش تحطوا لايك وتشتركوا معانا في القناة وتفعلوا الجرس عشان اول ما انزل فيديو تخليكوش عني نزلت فيديو جديد. واشوفكم الفيديو الجاي وحلقة جديدة في قناة بيشو دافينشي. ويلا سلام.